احتفل الشعب الأردني بعيد الأضحى المبارك، واللي صادف معه مجموعة من الاستعدادات لاستقبال هذا العيد يلي من خلاله بتقرب العبد من ربه الكريم. تقاريرنا الجاية رح تعرفنا أكثر على أهم هالاستعدادات، بالإضافة للحركة الشرائية للملابس والأضاحي، وزيارتنا لمركز الحسين للسرطان ودار الأيتام. فخلونا نتابع. أجواء العيد إلي طقوس الخاصة، يعني أنا بستنى صلاة العيد دائما، بروح بصلي العيد، وبعدين زيارة أهم إشي في العيد إنه زيارة الوالدة، يعني هاي أهم إشي عندي، ومنحضر حالنا، بنجيب حلويات، نعمل كعك العيد. قبل العيد في يومين طبعا، بغض النظر عن الازمات اللي بتصير، بس هو جو حلو بصراحه، انه يعني هو حلو، يعني فيك تحكي تعب فازمات بتطلع بي. هلا مبدئيا قبل العيد كثير أزمة، أنت شايف كيف الأسواق جوا، طبيعة يعني الواحد مش عارف كيف يتحرك. جاي مع بابا وماما أشتري أواعي العيد بأجواء العيد، وأنا شريت أواعي وطلعوا حلوين علي.